ما تم تداوله في بعض يعني وسائل الإعلام والمواقع الاجتماعية، اللي كونه التحاليل الجينية للجثث التي عثر عليها في مقابر ليبيا أثبتت أنها لا تعود للصحفيين سفيان ونادير. ونحب نوضح ونأكد بصفة واضحة معناها قاطعة، اللي كونه إلى حد هذا التاريخ وإلى حد هذه الساعة لم يتمكن من العثور على الجثث، باعتبار لكونه المكان يعني الموجود فيه الجثث على حسب ما صرحوا به يعني الشهود اللي وقع سماحهم من قبل سيد قاضي التحقيق واللي ولاه في مركز المتهمين، لحد هذا التاريخ يعني المكان تحت خارج السيطرة، وبالتالي معناها من الناحية المنطقية ومن الناحية العملية لا يمكن الحديث عن وجود تحاليل جينية، باعتبار لكونه معناها إلى حد هذا التاريخ التوى لم يقع توصل إلى معناها معاينة الجثث هذيا، وبالتالي طالما أنه لحد هذا التاريخ ما فماش معاينة الجثث لاستحالة ولكون المكان خارج تحت السيطرة، فإن التحاليل الجينية لا يمكن الحديث فيها إلى حد هذا التاريخ.